العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. اليوم كيشهد تنظيم اليوم الوطني للنزيل، وهذا موعد سنوي يتم فيه استعراض حصيلة عمل المندوبية العامة بصفة عامة في مختلف المجالات التي تدخل في إطار المهام الموكولة إليها، وخصوصا منها المهمة المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج. اليوم سوف يعرف بث شريط وثائقي يوثق لارتسامات عائلة السجناء، كما سوف يتم خلاله كذلك عرض مسرحية بعنوان الغراد من إخراج مخرج الشاب هو خالد جنبي. هذه المسرحية تعالج موضوع اجتماعي لتيهم الهجرة السرية وبحث بعض الشباب على حلول خارج الحدود دون النظر دون البحث حول الحلول هنا داخل الوطن. وسوف إن شاء الله تكون لكم الفرصة لمتابعة هذا العرض المسرحي. وكما تعلمون المندوبية العامة في إطار هذا الجيل الجديد البرامج التأهيلية تحاول ما أمكن إخراج إبداعات السجناء إلى خارج المؤسسات السجنية من أجل تعبئة المجتمع بمختلف مكوناته وفعاليته تعبئتهم، من أجل أولا القضاء على الصورة النمطية التي يعاني منها السجن والسجناء بصفة عامة، وكذلك الوصل المجتمعي، وهو كذلك مناسبة لتعبئتهم من أجل الانخراط في هذه المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة في هذه المهمة التأهيلية من أجل دعم هذه المجهودات واحتضان هؤلاء السجناء بعد الإفراج. إلى جانب اليوم الوطني للسجين، قامت المندوبية العامة بتنظيم اليوم خلال تخليدا لليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، تنظيم كذلك ملتقى رياضي بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، وكذلك تدشين استوديو متعدد الوظائف لفائدة سجينات الدار البيضاء. هذا في المجمل ما يتعلق بهذا اليوم الوطني للسجين. وللإشارة فقط أنه خلال هذه البرامج يتم اختيار مواضيع التي تستأجر باهتمام المجتمع بصفة عامة واهتمام السجناء بصفة خاصة. مثلا خلال الجامعة في السجون يتم اختيار مواضيع ويتم التفاعل معها من خلال محاضرات وتفاعل السجناء. مجلة دفاتر السجين يتم اختيار موضوع ويتم التفاعل معها من خلال كتابات أدبية وشعرية إلى آخره. وخلال اليوم الوطني للسجين يتم التفاعل من خلال العروض المسرحية والتشخيص المسرحي، بحيث أن 41 سجين هي التي تساهم في هذه المسرحية. كيف كتشوفوا اليوم التواجد ديالنا مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كشريك أصيل للمؤسسة من أجل الاحتفال أو إحياء اليوم الوطني للسجين؟ ونقول عدنا والعود أحمد بعد أن حرمنا من هذا الاحتفال بفعل الوباء اللعين الذي حرمنا من اللقاءات ومن هكذا تجمعات. هذا اللقاء هو أولا لتتويج نزلاء المؤسسات السجنية ممن خاطوا في برامج إدماجية، ممن عبروا وتفتقت مواهبهم وأفكارهم عن إبداعات وعن مواهب. اليوم هو يوم للتتويج، يوم لتتميل العمل، اليوم للاعتراف بالمخزون الفكري والطاقي لهؤلاء داخل جدران السجون. كذلك اليوم هو رسالة لباقي النزلاء من أجل الانخراط في البرامج الإدماجية، من أجل صقل المهارات وتطوير الكفاءات والارتقاء وتحويل فترة العقوبة إلى فرصة ثانية نحو الانطلاق نحو المجتمع بكل ثقة وبكل إيجابية من خيارات في النسيج المجتمعي والاقتصادي والاجتماعي. اليوم كذلك هو رسالة لكافة الفاعلين وللمجتمع بأمته من أن هذه الفئة لا ممنوعة ولا مقطوعة عن المجتمع. هذا حبل موصول وجسر مفتول
أو حبل مفتول وجسر موصول بهذه الفئة يشدها إلى التماسك الاجتماعي، إلى لحمة المجتمع، إلى مجتمع الخير، مجتمع العطاء، مجتمع التسامح. باش نكون شوية دقيق في تعاملي مع هذا العمل، هو كباقي الأعمال، يعني أنا أعتقد ربما لأن الظروف تحت لي بشكل جميل أنني تعاملت مع الممثلين اللي في هذه المسرحية كباقي الممثلين الآخرين، بل ونزيد أكثر من ذلك أنني تعاملت معهم يعني بحكم أنني محترف كمحترفين، لا في التدريب لا في التعامل لا في الانخراط داخل العملية الإبداعية ككل، ما كانش عندي، بل كنت صراحة باش نكون واضح كنت كنسى بأنني داخل مؤسسة سجنية وبأنني مع سجناء، وهذا هو الاتفاق الجميل اللي اتفقنا مع الإخوان فريق العمل على أننا نكون فنانة في هذه اللحظات اللي كنتوجو فيها نهاية العرس ديالنا اللي نقدموه للجمهور. الغراد هي الجبال، هو كلمة صحراوية تعني بالكتبة بالجبال الرملية، عندها رموز ما نحرقهاش لأن عندها واحد العلاقة بالمسرحية، وكذلك عندها علاقة بتاريخ المغرب لأنه تاريخ متجدد متحرك متقدم إلى غير ذلك من